ترأس المتجر قصرير ببكركي صباح اليوم الدايس على نية الصحافي ووسائل الإعلام، فبكون الكاهن هو رسول الكلمة الحرة ورجال الإعلام هن كمان كهنة الكلمة، كان الاحتفال بالصلاة اليوم بأسبوع الكهنة بحضور عدد كبير من الشخصيات. بطريرك صفير ركز بعزته على أهمية وسائل الإعلام بعصرنا الحالي. أهداف الإعلام نشر الحقيقة، أعني الواقع الراهن والخبر الصحيح والحدث الثابت دون ما تزييف أو تشويه، وبعيدا عن أغراض وغايات أو خداع وتضليل أو جرا لمكاسب ومغانم. ولهذا فإن مسؤولية رجال الإعلام كبيرة وخطيرة، وكم يؤلمنا عندما نطالع بعض الصحف ونستمع إلى بعض الإذاعات ونشاهد بعض المشاهد التي تعرضها الشاشات الصغيرة عندنا، وفيها ما فيها من شحن للنفوس وإثارة للغرائز وإساءة إلى الحقيقة. لذلك على رجال الإعلام أن يبرزوا الفضيلة ويقبحوا الرذيلة، ولا يمكنهم باسم الفن للفن أن يتجاهلوا قواعد الأداب والأخلاق، وغالبا ما يعمد بعضهم إلى عرض شؤون إباحية كأنها أشياء عادية في الحياة البشرية، فيعملون على إدخالها شيئا فشيئا في العرف والاستعمال. وما القول عن الذين يستغلون الغريزة الجنسية دون ما حياء بغايات تجارية فيما يقومون به من دعايات تؤثر في الوجدان اللاواعي فتمس حرية الشارع؟ بعد القديس اتوجه الجميع لصالون بكركي، حيث كان لنقيب الصحافي محمد البعلبكي كلمة بالمناسبة شكر فيها البطريرك الصغير والرئيس شارل حلو والوزير سكيف على مشاركتهم بهاليوم المخصص للإعلام. رجال الإعلام هم كهنة الكلمة، هم رسلها، هم رهبانها، وعسى أن يوفقهم الله لكي يوفوا بالنذر كما يفي بالنذر أصحاب السيادة كهنة الكنيسة. سلاحنا هو الكلمة في خدمة الحقيقة، في خدمة تحرر الإنسان. ولبنان ماذا يمكن أن يكون إن لم يكن بلد الكلمة الحرة، إن لم يكن بلد الحرية، إن لم يكن بلد القيم الإنسانية، إن لم يكن بلد القيم الروحية على اختلاف ينابيعها في تفاعل حر كريم مستمر. بعد كلمة نقيب الصحافي أثنى البطريرك صفير من جديد على جهود الإعلاميين. يوم تتقيد الكلمة في لبنان ويوم تختنق فيه الحرية فقولوا على لبنان الذي أحببناه السلام، وهذا ما لا نرضى به وسنقاومه حتى النفس الأخير. لأن الصحافة العربية، وهذا ما تعرفونه خيرا مني، مدينة لهذا البلد. وبنهاية اللقاء عقدت خلوة بين البطريرك الصغير والوزير سكيف، وضع خلال الوزير سكيف البطريرك الصغير بنتائج لقاءاته مع المسؤولين السوريين.